شاب يفارق الحياة بسبب تحدي أوربيز على تيك توك. إدارة التطبيق تعلق على الواقعة وتنشر تحذيرا. فما القصة؟ ريموند شلويزان هو شاب أمريكي يبلغ من العمر 18 سنة، توفي مؤخرا بسبب مشاركته في أحد تحديات تيك توك المعروف باسم تحدي أوربيز. بحسب موقع قناة NBC الأمريكية، الواقعة حصلت في برونكس في مدينة نيويورك بعد أن قام شرطي بإطلاق النار في ناحية الشاب بعد أن ظن أن المسدس المائي الذي يحمله هو مسدس حقيقي. تحدي أوربيز يفرض على المشاركين فيه رمي كرات ملونة تتمدد عند البلل من خلال أداة أشبه بالمسدس المائي أثناء قيادة السيارة. وبحسب شرطة نيويورك، لقد عثر على الشاب في وقت متأخر من الليل داخل سيارة وإلى جانبه مسدس الأوربيز، وهو ما جعلهم يعتقدون أنه كان يقوم بالتحدي. الشرطي مطلق النار يبلغ من العمر 43 سنة، وكان خارج دوام عمله عندما حصلت الواقعة. الشرطة ألقت القبض على العنصر ووجهت له تهمة القتل المتعمد واستخدام السلاح خارج دوام العمل. على إثر الحادثة، شارك الحساب الرسمي لشرطة نيويورك على تويتر تغريدة حذر فيها من استخدام مسدسات الأوربيز واعتبار ذلك أمر غير قانوني. وبحسب العربية، إدارة تطبيق تيك توك تفاعلت مع الواقعة قائلة أن تحدي أوربيز لا يتلائم مع سياساتها بشأن المحتوى والسلوك. وفي وقت سابق من هذا العام انتشرت تحذيرات أمريكية كثيرة من هذا التحدي بعد أن أصبح رائجا بين المراهقين الأمريكيين. كما سبق للشرطة أن حذرت من أن الكرات المقذوفة قد تتسبب بحصول إصابات خطيرة وتثير خوف الآخرين.